Why do you want to go to the UK? You want freedom! Come on! There is no humanity or compassion in allowing desperate and innocent people to have their dreams of a better life. We'll provide safe and legal routes for asylum while disrupting the business model of the gangs. صفعة قانونية وجهت للحكومة البريطانية وضجة إعلامية كسرت منزل الزجاج الذي يتغنى به الغرب حول قيم العدالة والإنسانية. والسبب لاجئ عراقي لم يكن يعلم أنه سيقلب معادلة وضعتها وزيرة الداخلية البريطانية هندية الأصل، التي تناست أنها ابنة لوالدين مهاجرين من أوغندا منذ ستينيات القرن الماضي. Those who travel to the UK by illegal and dangerous routes, including by small boats across the channel, may be relocated to Rwanda, where they will have their asylum claims considered. فشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في منع القوارب الصغيرة المهترئة التي تحمل قليلاً من البشر وكثيراً من الأحلام من الوصول إلى شواطئ بريطانيا عبر بحر المانش، لكنه لم يفشل وحكومته في توقيع اتفاقيات مع رواندا تبيح له فرض الترحيل القسري لمهاجرين فروا من بلدان مزقتها الحروب والنزاعات. عراك قانوني شهدته لندن لأسبوعين متتاليين وربما قابل للتمديد. من جهة جمعيات خيرية ومحامي طالبي اللجوء وحكومة الظل المعارضة، ومن جهة أخرى محاكم متشبثة بقرارها إرضاء لحكومة بريطانيا. لكن وفي اللحظة الأخيرة وقبل أن تقلع الطائرة المعنية بنقل الدفعة الأولى من المهاجرين، حدث ما لم يكن متوقع، والسبب لاجئ عراقي. نجحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في إلغاء الرحلة، معتبرة أن الرجل العراقي البالغ من العمر 54 عاماً والذي لم يفصح عن اسمه وفقاً لما نقلته بي بي سي البريطانية، سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للضرر لعدم وجود ضمانات لمستقبله القانوني إذا تم إرساله إلى رواندا. وتسبب هذا القرار في تقديم طعون قانونية أخرى أدت بالمجمل إلى إنزال كافة الركاب وإلغاء الرحلة. ضجة إعلامية. عار عليكم، بهذه العبارة صرخ المحتجون في وجه الشرطة البريطانية التي كانت تعتقل أحد المهاجرين لتقله إلى مركز للاحتجاز قبل ترحيله إلى رواندا، مما أثار غضب جيرانه الذين حاولوا منع الشرطة واعتراض طريقها. هذا ما وثقته كاميرات الصحفيين التي أعطت صورة تؤكد كل حين زيف القيم الإنسانية والحريات التي تتغنى بها دول الغرب. لكن لماذا رواندا؟ السبب الذي ألغى الرحلة لن يلغي الصفقة التي تقدر بأكثر من 140 مليون دولار دفعت كتمويل أولي إلى رواندا، إضافة لجميع تكاليف الرحلات الجوية لنقل اللاجئين مسافة تبعد 6000 كيلومتر عن بريطانيا. فرواندا دولة حليفة للغرب وسياساته، أبدت استعدادها لتحمل عبء قضية الهجرة مقابل أمنها والحفاظ على الاستقرار داخلها، وبالطبع الحصول على المساعدات التنموية التي لم تبخل بريطانيا في تقديمها. أيضا عقدت العاصمة كيغالي اتفاقا مشابها مع الدنمارك لترحيل اللاجئين مقابل مكاسب مادية وسياسية وتحسين صورتها الدولية بهدف تخفيف الانتقادات الموجهة لإدارتها حول ملفات حقوق الإنسان. وخلاصة القول، ما يحدث في المملكة المتحدة ليس إلا تتويجاً للسياسات الأوروبية تجاه دول العالم الثالث. فأزمة اللاجئين لا تعد وليدة اليوم، ولا أحد يستطيع أن ينسى مشهد العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، ولا من مات غرقا عند شواطئ اليونان، ولا التمييز القائم على لون العيون والبشرة على الحدود الأوكرانية.
واليوم نشهد اتفاقيات ينقل اللاجئون بموجبها بين القارات، وكأنهم بيادق بيد الحكومات دون النظر إلى حقوقهم أو رغباتهم. فرياح الهجرة ستجري بما لا تشتهي تلك القوارب الصغيرة.